من صندوق ذكرياتي قررت إني أستمتع وأسعد جمهوري ببعض اللحظات. أوبا، محمد وفيق، التايكون الممثل الكبير محمد وفيق. كان عندي مسلسل اسمه نقوش من ذهب ونحاس، كان لي ثروت أباظة هذا الكاتب الكبير، وكان من بطولة نجوم كتير قوي، كان لعادل صادق الله يرحمه. المهم انه كان لازم انا استحضر شخصية تبقى فيها شر لكن تحبها، فقررت اني استحضر شخصية جوان كولينز. جوان كولينز كان تلعب دور اساسي وكبير في مسلسل كنا كلنا بنتابعه في السبعينات والثمانينات اسمه داينستي، ودي قصة نقوش من ذهب ونحاس.